احتفل مركز كمال أدهم للصحافة التلفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية بتخرج الدفعات الخامسة والسادسة من دبلومة الإعلام الرقمي، والتي تقدم أونلاين للطلاب المشاركين وتهدف إلى تطوير معرفتهم بالأدوات والممارسات الحديثة لوسائل الإعلام الرقمي. دفعات مميزة زي ما حضرتك يمكن استمعت الكلمة بتاعتي، قلت لهم أنتم المميزون، أنتم المميزون، لأن هم فعلا مجموعة مش كل يعني دفعة أو كلاس بيجي بيبقوا مستواهم ورؤيتهم للمستقبل والدوافع بتاعتهم بنفس الجودة بتاعت الدفعتين دول، دفعتين مميزين جدا في نظري، و وروا ان هم عندهم مهارات ومعارف وانتجوا مشاريع مميزه جدا، وانا اعتقد ان هي ده اعلان المستقبل. احنا المميز عندنا ان احنا عندنا طلاب من الوطن العربي كله، فده بيجمع خبرات مختلفه وخلفيات مختلفه، بتثقل التجربه التعليميه وبتخلي التفاعل اكبر واكثر. الحمد لله وجدت عندهم اساليب كتيره جدا متنوعه، حاجات جديده قدرت ان انا اتعلمها، فتحت لي طرق كتير، حلت لي مشاكل كتير من اللي كانت بتحصل معايا، زي مثلا التصوير بالموبايل والمونتاج على الموبايل. احنا كنا الاول لما بنيجي نعمل فيديوز كان لازم نجمع الكرو، ممكن الكرو بالكامل ما يكونش متواجد بشكل كبير، لكن دلوقتي ممكن بحاجه بسيطه جدا بالموبايل نقدر ننتج فيديو كامل بمونتاجه بكل شيء جاهز للنشر باحترافية وبجودة عالية. تمثل الدبلومة دمجا مذهلا بين إمكانيات العالم الافتراضي المتنوعة وبين أدوات الواقع والإعلام التقليدي، حيث صقلت مهارات وخبرات الطلاب بشكل ملحوظ خلال فترة الدراسة. مشروع التخرج كان مشروع متكامل عن تصوير بالموبايل وإضافة فويس أوفر عليه ومونتاج ويعني استخدام الكادرات اللي تعلمناها من الأساتذة والتصوير النهائي للمشروع كامل، وكمان تسويق على السوشيال ميديا، فكان يعني تتويج لكل اللي درسناه في الدبلومة من كتابة ومن كتابة سكريبت وتصوير وزوايا تصوير، فكان مشروع تتويج لكل اللي عملنا في الدبلومة كلها. الفكرة الأساسية اللي كانت بالنسبة لي واللي عملت نقلة كبيرة جدا هي إمكانية إن أنا أصبحت قادر على إنتاج محتوى المالتي ميديا بكافة أشكاله. أهمية مواكبة الإعلام للتطور التكنولوجي وامتلاك تقنيات وبرمجيات الإعلام الرقمية بشكل احترافي من أهم نتائج هذه الدبلومة، والتي تعمل على إعداد أجيال جديدة واعدة من الصحفيين والإعلاميين العرب المحترفين في هذا المجال.